أليو ديانج يرحب بالرحيل عن الأهلي ويقترب من الخليج. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. رحب المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي بالعروض التي تلقاها خلال الساعات الماضية وتحديدا من دول الخليج للرحيل عن القلعة الحمراء في فترة انتقالات الصيف القادمة. وقام أحد وكلاء اللاعبين بعرض اهتمام أكثر من نادي في الدوريات العربية بالتعاقد مع أليو ديانج بعد المستوى الذي ظهر عليه اللاعب رفقة المارد الأحمر في الفترة الماضية ونجاحه في قيادة خط الوسط مع عمرو السولية وحمدي فتحي بنجاح شديد في أغلب المباريات الأخيرة. مصدر مطلع داخل النادي الأهلي قال بأن أليو ديانج لا يمانع في الرحيل عن النادي الأهلي والاحتراف في أحد الدوريات العربية في الإمارات أو السعودية بعد أن تلقى اللاعب اتصالات عدة من بعض وكلاء اللاعبين. وقال ذات المصدر بأن اللاعب ينتظر موافقة الإدارة الحمراء في نهاية الموسم للرحيل عن النادي، ووضع نفسه تحت تصرف الإدارة خاصة في ظل ترحيب محمود الخطيب رئيس النادي والذي أبدى موافقة على بيع اللاعب لحل الأزمة المالية التي يعيشها النادي في الفترة الحالية، شريطة أن يكون العائد المادي كبير ويتناسب مع قدرات لاعب بحجم أليو ديانج. مشاهدينا طابت أوقاتكم ودمتم في خير، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس.